بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار المنتجبين والتابعين لهم إلى قيام يوم الدين. ما أسعدني اليوم أنا أستقبل رجل من رجالات العراق ورمز من رموز العراق، أستقبل أحد أحبتنا الأعزاء، أحد الرموز الكريمة العزيزة الحبيبة المؤمنة الوطنية العراقية. ما أسعدني اليوم وأنا أستقبل الدكتور الأستاذ علي الدباغ، الشخصية التي حملت الإيمان رسالة، وحملت الوطنية منهجا، وحملت العراقية والهم العراقي بكل ما أوتيت من قابليات وقدرات. فحمل الجانب الإيماني وحمل الجانب الوطني، وكان ولا يزال له الوجود المؤثر في الرسالتين، في الرسالة الإيمانية وفي الرسالة الوطنية. الدكتور علي الدباغ حفظه الله حمل الرسالة الإيمانية والرسالة الوطنية مع مهنية ومع اختصاص ومع كفاءة. وما أحوجنا دائما إلى سياسيين يحملون الكفاءة، ما أحوجنا إلى سياسيين يحملون المهنية مع الوطنية، ما أحوجنا إلى سياسيين وطنيين كفؤين. والحقيقة أن توفر هذه الأمور هي ليست بالشيء السهل، ولهذا مع الأسف نراها غير متوفرة في الكثير من السياسيين وفي الكثير من الكتل السياسية التي تعمل على الساحة العراقية. ممكن أن تراه سياسيا ولكنه غير وطنيا، وممكن أن تراه وطنيا ولكنه غير كفوءا، وممكن أن تراه كفوءا ولكنه غير وطني، أو لا يعرف السياسة، لا يفهم السياسة، وله متبنيات يعمل من أجل تحقيقها بكل صورة من الصور، ناسيا أن السياسة هو فن الممكن، وليس كل ما يتبناه لابد أن يكون واقعا. ناسيا أو متناسيا أن الوطنية لابد أن تكون فوق السياسة، وأن مصلحة الوطن ومصلحة الشعب لابد أن يكون هو فوق كل شيء وبعد كل شيء، وأن يكون الأساس هو لكل تفكير ولكل قول ولكل عمل.
ولهذا أقول وأنا مألوم، من أن هذه العناصر الثلاثة ليس من السهولة توفرها، وإن توفرت فهي توفرت في القلة من سياسيين. في تقديري أن الدكتور الدبار من أولئك الذين توفرت فيهم الكفاءة الوطنية، الفهم السياسي مع فهم الواقع العراقي، مع التعايش مع الواقع العراقي. أقول أن هذا النوع من السياسيين هم قلة، والدليل على ذلك ما يعيشه العراق اليوم. الدليل على ذلك هي الساحة العراقية وما تعيش من مآسي. الدليل على ذلك هو وضع الكتل السياسية أو أغلب الكتل السياسية وتناحرها اللاوطني على السلطة، وتناحرها اللاوطني على المناصب. ولا أدري على أي المقاييس يعملون.